ونبقى في المغرب في هذه المدينة الرباط مع الكاتب وروائي حسن أو وريد الذي طرق أبواب متجاورة في الكتابة والفكر والأسئلة، وله استعادات لرموز تاريخية منها الخليفة عبد الرحمن الناصر في ربيع قرطبة والمتنبي في عمل روائي آخر. وعلى مستوى ثاني شغل حسن أوريد مواقع مختلفة رسمية في المملكة المغربية، وكان المتحدث الرسمي للديوان الملكي ومحافظ مكناس والمؤرخ الرسمي للمملكة. بدون شك هذه الوظائف قد تأتي أحيانا على حساب الكتابة والإبداع، فتجليات المبدع قد تحد بمقدار ما عندما يكون في وظيفة رسمية. لا أعتقد أنه كان يمكن أن أكون ما كنته من دون هذا المسار، بغناه بآماله بخيباته كذلك. حينما أتحدث مثلا أو عن العالم العربي ومسلسل السلام، من دون شك أنه تجربة الدبلوماسية في فترة معينة التي صادفت مسلسل السلام يعني أسعف كثيرا، ولا أعتقد بأنه كان يمكن أن أعرف جوهر القضية الفلسطينية والنزاع لولا تلك المواقع. أكيد لا يمكن أن أفهم بنية الدولة لو أنني لم أكن أشتغل أو اشتغلت لفترة كمحافظ. أصدرت كتاب لفترة أنتقد فيه يعني ما أسميته غلواء النظام الرأسمالي، ونحن نعيش الآن أزمة يعني مرآة الغرب المنكسرة. مثلما ربما في نوع من الجرأة انتقدت بعض الخيارات السياسية وتبين بأنها كانت خاطئة. كل تحول هو اجتثاث، يعني هو انسلاخ، وكل انسلاخ وألم. لا أقول بأن هذا التحول حدث بسهولة، لكن ليس مهم. المهم هو المآلات، وأعتقد بأنني قد أكون أفيد. يعني التاريخ أنا أقدر بأنه لا يمكن أن نبني تصور من دون قراءة التاريخ، ولكن التاريخ هو قراءة نقدية. ولا أعتقد شخصيا وموضوعيا بأنني الشخصية أو الشخص الذي يليق لتاريخ محقا، لتاريخ رسمي. أنا مسكون بأسئلة، بهوس، لربما جذوري من منطقة نائية صاغت تصوري للأشياء. قيمة الحرية جزء أساسي من ذاتيتي، ولذلك كان من العسير أن أوفق بين نزوع الطبيعي وبين قراءة منمطة للتاريخ. لكن هل هناك قطيعة؟ لا، هذا المسار أسعفني في طرح قضايا وفهم قضايا كذلك. ولد حسن أوريد في منطقة صحراوية تسمى قصر تزموريت، تقع في الجنوب الغربي للبلاد. تتلمذ بداية على يد والده أستاذ اللغة العربية، ثم كان من النخبة التي اختيرت لتتابع دراستها في المدرسة المولوية، حيث درس ولي العهد محمد السادس قبل توليه الملك، وقبله درس الملك الحسن، وقبلهما درس الأسلاف، وهو تقليد قديم في البلاد في عملية تكوين النخب. هناك مرحلتان، مرحلة ما قبل الحماية كان هناك يعني تقليد أن يدرج يعني من هو ولي العهد مع ثلة من يمثلون عدة مناطق يعني في المغرب. هذا تقليد كبير، ويتعلمون طبعا بعض المتون المرتبطة بالقرآن والحديث واللغة، يتعلمون الرماية والفروسية وأشياء أخرى مرتبطة بهذه الطقوس التي كانت. نهاية الثلاثينات استحدث ما سمي بالمدرسة المولوية التي درس فيها المرحوم الحسن الثاني على نمط جديد. فلسفة الدراسة كانت مستقاة من نموذج وضعه ليوتي، وهو يمزج بين التراث أو الأصالة والتحديث. يعني أعتقد هذا التجربة لها كذلك أصول تعود إلى المدرسة الصادقية في تونس. لو أردنا صادقية أن نذهب أبعد، لتخرج منها الحبيب بورقيبة. أيوة طبعا، كانت هي مشتى للنخبة، كل النخبة تخرج، النخبة الصادقية. أعتقد بأنه ليوتي استنسخ نموذج الصادقية وأقامه في ثانوية مولاي يوسف، وكان اسم السلطان
حينها، وكانت المدرسة المولوية يعني استمرارية لهذا النموذج. المدرسة التي درست فيها أنا على الأقل، لا أدري الآن، هي استمرارية لهذا النموذج. ربما هذا يعني هذه الدراسة هي اللي أسست لهذا المستقبل يعني، أو جزء من مستقبلك المهني بالمعنى الوظيفي يعني. الموضوعية تقتضي بأن هذه المدرسة لم تكن مدرسة للتعليم فقط، أعتقد بأنها كانت أكبر من ذلك، كانت مدرسة وطنية. يعني درس فيها مثلا يعني شخص مثل المهدي بن بركة. المهدي بن بركة كان أستاذ للملك، لا أستاذ الرياضيات، أستاذ الرياضيات المهدي بن بركة الزعيم المشهور. درس فيها مثلا واحد من جهابذة اللغة والتاريخ محمد الفاسي، وكان وطنيا، وأسماء أخرى وازنة. وأعتقد بأن الحسن الثاني كان نتاج لهذه المدرسة، الحاج محمد باحنيني، وكان يتقن اللغة العربية، وكان من المعجبين والحافظين للمتنبي. أنا أتحدث عنه كثيرا في الرواية لأنه أثر فيك كثيرا أعتقد. وهذه حقيقة يعني تجربة رائدة، يعني ينبغي أن تدرس. ومن دون شك أن من ميزاتها يعني هذا الانفتاح على الآخر. جميل. كتب حسن أوريد في مجالات كثيرة كما سلف الذكر، ولعل تجربته السياسية فتحت أمامه أبواب أخرى في آلية التفكير وطرح السؤال ومعاينة أحوال المجتمع من أكثر من زاوية، وهذا ما جعله بالإضافة إلى أعماله الروائية أن يطرح سؤال السياسة والدين في المغرب والتأمل في التجربة الثقافية على مستوى البلاد وفي الغرب أيضا. ولحسن كتاب يشبه السيرة أو جزء من السيرة إذا صح القول، تم نتيجة تجربة شخصية تحت عنوان رواء مكة. شو السر اللي جعل بعض رجال الدين يعني يتحدثون عنك وعن هالرواية إنه هي كأنها هي أعادتك إلى الصراط المستقيم؟ أظن هذه فيها وجهين، وجه سلبي ووجه إيجابي بالنسبة للرواية عم بحكي والمثقف. كيف تقرأ يعني؟ أول أنا أنطلق بأن أي عمل حينما يصدر يقتل المؤلف، المؤلف يتوارى، يعني مثل ما يقول غولان باخت. فللقارئ أي كان أن يقرأ العمل. طبعا أنا لا أتفق بالضرورة على التوظيف الذي تم، لكن بذات الوقت لا أنسلخ عما كتبت. أنا بالنسبة إلي بغض النظر عن هو مسار، هو عودة إلى ما أسميته المعين الأول. اعتبرت أنه لفترة هذه الأصول وهذه الجذور عبء، أنه ينبغي أن نذهب توا إلى التحديث، وأن لا سبيل للتحديث إلا عن طريق الغرب. هذا هو بصفة عامة يعني، وحوارنا كان كله مبني على هذا الوعي. هذا هو بالنسبة للنظرة التي كنت أصدر منها لفترة في حياتي، أنه يمكن أن نمحي كل هذا التراث ولن يقع أي شيء في الذاكرة. هذا كان يعني. طبعا لاعتبارات وتجربة أنه تبينت بأنه لا يمكن أن نقفز على يعني على التاريخ، وينبغي أن نستعيده. هو هذا هي الفكرة الجوهرية. نعم. ولكن أنت لم تعد يعني هذا النص لم يعد بك لتكون أسيرا للتراث، هذا اللي أنا بدي أفهمه شخصيا. أعتقد هو هذا الذي أريد للجميع، يعني الذاكرة جزء مني، ولكن ليس معناه أنني طلقت العقل ولا هذا هو السؤال الجوهري. لا طبعا، ولا أنني أدرت ظهري للتحديث أو الحداثة، ولا أنني أجافي عصرنا. لأنه اللي أنتج ذاك التراث أيضا هو عقل يعني. وربما إذا أردت يعني كتابة المتنبي لربما هو إجابة على بعض القراءات التي وردت في رواء مكة. على كل حال وأنت أحيانا تكتب بلغات أخرى، يعني تكتب بالفرنسية وبالإنجليزية أحيانا. بالإنجليزية لم أكتب، يعني أكتب دروس كذا وأدرس باللغة الإنجليزية، لكن أكتب باللغتين العربية والفرنسية. وتجد نفسك كأنك فرنسي أنت وتكتب بالفرنسية؟ هو حينما تكتب اللغة تفرض عليك عبقريتها، لأنك تمتلكها صح يعني. ولذلك هناك أشياء لا يمكن أن أكتبها إلا باللغة الفرنسية. يعني لأنه اللغة الفرنسية خاصة القضايا المتعلقة بفكرة الحداثة. أيوة. نعم، لأنه في مو تكنيك وفي أيوة.
لا، وكما في شكل من التفكير يستدعي هذه اللغة تماماً. يستدعي هذه. طبعا نحن كنا لربما مثل ما قلت غير ما مرة في غير حاجة إلى أن نستعير لغات أجنبية لو أنه تم الارتقاء باللغة العربية ونجحت عملية الترجمة. يعني للأسف الشديد يعني نحن نحتاج إلى أن نمتلك اللغات الأجنبية لكي ندرك مفاهيم. يعني مفهوم الحرية مثلا لا يمكن أن نلم بهذا المفهوم يعني إذا لم يعني نلم بتاريخ أوروبا نفهم الآخر الدولة. نفهم الآخر والآخر عليك أن تفهم بلوطه كمان. واللغة يعني لم نقم بالعمل الذي يجب في إيجاد المصطلح الدقيق. كان من المفترض أن تشتغل مراكز ومجامع اللغة، كان من الضروري أن يحصل نوع من التنسيق في الترجمة، والحال أن الترجمة فوضى عارمة ويغلب عليها السطحية والتسرع والعامل التجاري. نعم. لو نجحنا في الترجمة لربما كنا قد نعفى من استعارة اللغات الأجنبية. هذا قضايا مرتبطة بالتربية. أيوة، لأنني أعتبر بأن التربية من القضايا الجوهرية. يعني هناك حيف في شخص لابد أن نحكي عنه، هو فاضل جمالي. فاضل جمالي في العراق، وكان وزير للخارجية، وزير للتربية الوطنية، ورئيس حكومة. كانت له رؤية غير مسبوقة في التربية. أعتقد بأن هذا الشخص هو اللي كان في العالم العربي ممكن أن يحدث ثورة ثقافية. اللي حصل هو أن شخص مثل هذه حكم عليه بالإعدام. طبعا فضلا عن طه حسين، هذا أول عمل روائي كتب، الحديث والشجر، هذه أول رواية. هذا الكتاب فكري صدر مؤخرا عن جدلية السلطان والفرقان، وهو يحكي السياسة والدين في المغرب. أيوة. نعم. يتكلم كيف يعني صار توظيف الدين في السياسة، وطرح هذا الكتاب أن كل توظيف يفضي إلى مأزق. يعني هذه المروحة في الكتابات هي مفيدة للكاتب أم بتوزع الطاقة على 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 منصات مختلفة ويخسر بعضها الآخر؟ يعني وفي أوضاع عادية أعتقد بأنك أنت على صواب، لا يمكن للإنسان يعني أن يتوزع، إما الرواية إما عالم اجتماع. لكن هناك فترات من تاريخ الأمم تفرز أشخاص يعانقون قضايا معينة وأغراض متعددة. لنتحدث مثلا في فرنسا، فولتير كان يكتب في الفلسفة، وكان يكتب في السياسة، كان يكتب في المسرح، وكان يكتب في القصة كونديد إلى آخره. وكتابه المشهور حول تريتي دو لا توليرانس، أو كتاب حول التسامح. نفس الشيء بالنسبة للدولة التي رعت النهضة، مصر. يعني شخصيات معينة توزعت اهتماماتها. طه حسين كتب في التاريخ، كتب في الأدب، كتب في الرواية، كتب في علم الاجتماع، وكتب السيرة. وكتب السيرة. ثم أعتقد بأنه في فترة التكوين لا يمكن أن نقيم تمايز. نحن الآن في العالم العربي نعيش عصر الرواية، لكن الإطار الذي يحفظ عبقرية الثقافة ليست هي الرواية والشعر. اللغة لا يمكن أن تحافظ على الشعر، هو الحاضن لعبقرية اللغة. اللغة. والذي حصل هو أنه صار في نوع من الاجتراء على الشعر، وغالب ما يكتب ليس بشعر، ظاهره شعر وليس بشعر. ولكن أتفق معك بأنه الإنسان هو مثل ما نسميه يعني لونتونوار، محقا. يعني يبدأ يتسع ثم يعني تتغير أحواله، يضيق يعني، تتغير. لكن أحوال. في السن لا يمكن. بعدها هو مثل المواسم، يمكن في لحظات المزاج بيطلع بالشعر،
في لحظات تأمل بتطلع بالشعر، ولكن لحظات تأمل المجتمع وقول شيء يحتاج لمساحات بده رواية. أنا شخصيا وربما القول أنه هذا زمن الرواية ليس لأنه فقط قال جاب العصفور هذا الكلام، أنه هو زمن دراماتيكي اللي عم نعيشه الآن. ممكن أنا لا من التحولات الكبرى بدها نصوص كبرى يعني. لا أنا لا أعني بأنه ليس للرواية دور، لكن عبقرية اللغة تسكن الشعر. تمام. بالنسبة إلي هي امتحان للكاتب إذا صح القول. بالنسبة إلي قد تتوزع الاهتمامات بين الرواية وبين الفكر، ولكن الإشكالية واحدة، هي علاقتنا بالتحديث، هي علاقة الحاكم والمحكوم، سواء علاقتنا بالدين وتوظيف الدين، وهذه أشياء أعبر عنها سواء كتبت الرواية أم كتبت الفكر السياسي. لكن ما نحتاجه الآن هو الفكر، هو أن نفهم ما يجري. نعم. على الأقل ونرسم تصور لذلك المستقبل. لذلك تتحمل نصوصك الروائية محملة بالأسئلة الفكرية، ولذلك أنا في هذا الكتاب متنبي تحديدا. نعم. قد لا يروق القارئ العادي لأنه متعب، لأنه فيه قضايا فكرية. لماذا ذهبت إلى المتنبي، إلى هذه الشخصية اللي أيضا استهلكت كثيرا بالأعمال الدرامية وهي عايشة مع العرب منذ وجودها حتى الآن نتيجة حضوره في المناهج التعليم وحضوره يعني ما اجتمع إثنان إلا والمتنبي ثالثهما الثالث يعني بيحضر إذا كانوا طبعا له معنى بالشعر. كيف استحضرته ولماذا استحضرته لأي سبب؟ أول شيء لا أدري حقيقة الآن أنه إذا حضر إثنان إلا وكان المتنبي ثالثهما، لا أدري الآن ربما يعني لفترة تخف. المسألة ليس هناك يعني نهاية لقراءة واستعادة التراث، يعني قبل بضع سنوات 3 أو 4 سنوات كانت حلت الذكرى 400 على ميلاد شكسبير، وعرفت بريطانيا كتابات لا تعد ولا تحصى على شكسبير. نعم. بين هلالين في فيينا تحتفل على مدار عام السنة بميلاد بيتهوفن على فكرة. أظن أذكر أنه في صور لمظاهرات يعني كانت في دمشق وبيروت، كان المتظاهرون يحملون أبيات للمتنبي، عش أو مت وأنت كريم، بيت الشهير بين طعن القنا أو خفق البنود. يعني هل تتصور الآن مظاهرة الآن فيها شطر من بيت المتنبي؟ بغض النظر عن الجوانب المرتبطة بالحنين، أنا بالنسبة إلي وظفت المتنبي لأفهم واقع معين يعني، ويبدو لي بأن الفترة التي عاش فيها المتنبي تشبه ما يعيشه العالم العربي الآن، تمزق، توزع بين البويهيين أو الفرس والسلاجقة الأتراك، إيمان لربما ببديل عربي وارتباطه أو ارتباطه بسيف الدولة، خيبته من هذا المشروع، وأعتقد بأن علاقة المتنبي بسيف الدولة لم تكن علاقة تكسب، كان إيمان يعني بقائد وجد فيه البطل الذي كان يبحث عنه. طبعا فيه خيبات، وأنا بالنسبة إلي استعملت المتنبي ذريعة لكي أدرس وأقف على أعطاب الثقافة العربية من دون شك أعطابها، من دون شك أن هناك جوانب ذاتية قد يعيب عليها يعيبها علي القارئ، لكن من الضروري لأي قارئ أن يستمع لذاتية الآخر. نحن هنا لسنا في إطار موضوعي ندرس ببرودة قضايا مجردة، الذاتية ضرورية، والذاتية ضرورية لبناء كذلك الأنا الجمعي. نعم. يعني كان هاجسك الأساسي من كتابة هذا النص هو هاجس ثقافي، يعني أنت تعيش ألم هذا التفكك وهذا تلك المآسي العربية، فذهبت إلى المتنبي وأتيت به إلى زماننا اليوم. أنا سأحكي لك قصتين. القصة الأولى، عالم ومؤرخ بريطاني معروف توماس كارلير صاحب الأبطال أون هيروز، وفيه مقطع يتكلم فيه عن شكسبير ويقول ماذا لو خير الإنجليز بين شكسبير والهند،
ما تراهم سيختارون. طبعا الهند كانت هي جوهرة الإمبراطورية، هي مصدر الغنى. فقال توماس كارلين لأنه سنختار شكسبير. أريد أن أسأل سؤال وهو موجه لك وللذين يشاهدون، هل لو خير العرب بين المتنبي وثراءهم المادي ماذا سيختارون؟ طبعا ليس لدي شرعية أن أجيب عن هذا السؤال. البعض منهم يختار المتنبي أكيد، مثل الحمقى مثلك ومثلي أكيد. وهؤلاء الذين يصلعون الوجدان، هذا من جانب. القصة الثانية لا. بس لو خيرت لا لا لابد أن أتمم هذه القصة، وهي مستقاة من كتاب لشمعون بيريز، يعني حول بعد مسلسل السلام، ويقول بأن التحدي الأكبر الذي يقع على إسرائيل بعد أن فرضت نفسها على محيط معادي إلى آخره هو الحفاظ على اللغة العبرية. أنا أكتفي فقط. فهل يمكن أن نقفز عن هاتين الأمرين، عن هذين الأمرين؟ هل يمكن بناء تصور من دون ذاكرة؟ طبعا لا. وجزء كبير من هذه الذاكرة هو المتنبي، لكن لا أقع في الهيام، لابد من قراءة نقدية. متنبي، متنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس، وشاغل الناس. قبل الهوى أسفا يوم النوى بدني، إذا أنت حافظ ليه؟ وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال إذا أزاحت الريح عنه الثوب لم يبني. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. عجيب. فالكلام بالكلام يذكر. أنا أختم بالأبيات الشهيرة: ومراد النفوس أصغر من أن نتعاذى وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. ولا يلاقي الهوانا، هذه فلسفة عميقة، يعني أهمية الكرامة بالنسبة للأشخاص وبالنسبة للجماعة. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. أصخرة أنا يا ساقيي، أخمر في كؤوسكما أم في كؤوسكما أهم وتسهيد. إذا إلى آخره. أردت كميت اللون صافية وجدتها، وحبيب النفس مفقود. ماذا لقيت من الدنيا يا وأعجبه أني بما أنا شاك محسود.